أكثر كومنت يوصلني تقريبا على أغلب الفيديوهات اللي أرسم فيها غيوم. خلنا نطلع من نطاق المناظر الطبيعية ونسوي سكتش نتخيل فيه ملكة الغيوم. أول شي بسوي بخليها مسترة، برسم لها فستان طويل. عقب ما سترناها خل نسوي لها ديزاين في الفستان، ودام المفروض أني برسم قدلتها نفسي ولبسها تربان. أنتم قلتم ملكة فخل نرسم لها تاج. هنروح شوي إكسترا ونسوي لها جناح. باخذ بحري بحطه في ماي، بحط عليه أخضر حق أطلع لون جديد للفستان. شوفوا اللون اللي طلع، باخده بلون بالفستان. الحين بلون الشعر، دام إني فنانة فخنخلي في التاج كريستالات ملونة. الحين بلون الجناح. خلاص شوفوا شلون صارت ملكة الغيوم. عجبتكم اللوحة؟ عندي لكم شيء، خلونا نرويكم كامل. Oh.